الأمازون أكبر غابة مطيرة على الأرض، تقع في أمريكا الجنوبية وتغطي 7 ملايين كيلومتر مربع تقريبا. لو كان الأمازون بلدا لصنف البلد التاسع الأكبر في العالم. هذه الغابة خصبة للغاية وتستضيف 1% من الأصناف التي يعرفها العلم حاليا، إلا أنه يمكن أن يكون الجزء البسيط المعروف. أجزاء كثيرة من الأمازون ما زالت تشكل لغزاً، والأجزاء التي لم يتم اكتشافها كثيراً هي جبال تشيريبيكاتي المعزولة في أعماق قلب كولومبيا النابض. بينما ينمو ليبلغ طوله 2 متر ووزنه 150 كيلوغراما، يتصدر الجاغوار السلسلة الغذائية في الغابة. بما أنه حيوان منعزل فهو يعيش ويصطاد بمفرده، باستثناء اللقاء المفرد والمختصر خلال موسم التزاوج. يمكن أن يغطي نطاق الجاغوار أكثر من 13 كيلومترا مربعا، على عكس مناطق العديد من المخلوقات. تبين أن شبكة أنهار وجداول الأمازون الشاسعة لا تشكل عائقا بالنسبة إلى هذا السنور الكبير. يحب الجاغوار المياه كما أنه يتقن السباحة. المخلوقات المائية كالسمك والسلحفاة المائية والتمساح الأمريكي تشكل جزءا رئيسيا من نظام الجاغوار الغذائي، لكن الثدييات الأكبر هي على قائمة الطعام أيضا. تسعون في المئة من جميع المخلوقات على الكرة الأرضية هي من الحشرات، إلا أن الأغلبية كالفراشات تلعب دوراً رئيسياً عبر التلقيح، بينما تتمتع مخلوقات أخرى بتأثير تدميري. رغم حجمها الصغير فإن فيلق النمل مسؤول عن المزيد من الموت في غابة الأمازون الاستوائية أكثر من أي مخلوق آخر. قد تحتوي هذه المستعمرة على أكثر من 1,000,000 مخلوق، وجيل جديد من يرقات النمل داخل العش المؤقت بحاجة إلى الطعام. المستكشفات هي أول من تنتشر على أرض الغابة. وتفرز الفيرومون ليتبعها البقية. ترتبط العاملات بعضها ببعض لتشكل جسورا حية حين مواجهة فجوات بطريقها. تحرس الجنود طريق الصيد. تستخدم هذه الكماشات القوية للقتال وليس للبحث عن الطعام. بينما تغزو المجموعة أرض الغابة تبدأ الخسائر بالتزايد.
يمكن لسرب واحد أن يقتل حوالي 30,000 ضحية في اليوم. لكن الأمور لا تجري وفقا لرغبة فيلق النمل. بينما تحاول حشرات عديدة الهرب من الهجوم، تقع ضحية حيوان مفترس آخر. بما أنها جزء من مرتفعات غويانا، كانت شريبيكاتي مستقرة في بحر الضحل. خلال ملايين السنوات تساقطت طبقات رمل الكوارتز المتجانسة باستمرار. تبلور الرمل ثانية عبر الضغط وشكل الكوارتز إحدى أقدم وأقصى الصخور في العالم. وأخيرا ارتفعت الهضبة فوق مستوى البحر. بما أنها تحررت من ضغوط متنوعة، تمددت الكتلة الصخرية وتسببت بتكون شقوق عمودية. المطر الذي تسلل إلى الشقوق المنتظمة تسبب بتمددها، وبدأت كتل من الحجر الرملي بالتساقط. أضيفت الأنهار إلى هذا التفتت وشكلت جداول كبيرة، وتركت وراءها جزراً عدة أو قمماً مسطحة معروفة اليوم. مواطئ الحيوانات الثلاثة: الأمازون، يانوس، والأنديز، تتعاون لترسم هذا المتنزه الوطني. سيرانيا ديلا ماكارينا، مكان غني مليء بالغابات والشجيرات والسافانا، ومزين بالقمم المعزولة، الأنهر الجارفة والشلالات الرائعة. هذا المسكن مميز جدا، وقد كان المتنزه الوطني الأول في كولومبيا، يسمى كنز العالم والمصرف البيولوجي. تم أخذ أكثر من 15 مليون عينة من هذا المكان في خلال الدراسات الأولى. هناك تنوع كبير من الرئيسات، مع حوالي 8 أنواع من السعاديم و500 نوع من الطيور. حوالي 27% من أنواع الطيور في كولومبيا. إنه عالم من السحاب، الأشجار المنخفضة والنباتات المعلقة. بسبب هطول الأمطار كل يوم تقريبا تبقى الغابة رطبة على الدوام. تصب جميع المياه في الجداول والأنهار التي لا تحصى. يعيش عدد صغير من القرود على هذا الارتفاع، لذلك لا تكون المسافة قوية. وإحدى الفصائل التي تفعل هي الأكبر في أمريكا الجنوبية، وهي تزدهر هنا. تحتوي غابات الغيوم على فصائل متنوعة جدا من الطيور. وأحد أبرز هذه الفصائل هو العصفور الطنان. يتسبب الارتفاع الشاهق بليال باردة ونهار رطب، لذا لا تستطيع الكثير من الحشرات الصمود في هذا المكان.
وقد أصبحت هذه الطيور أهم ملقحي النباتات. إنها تحلق في مكانها وتضرب جناحها 70 مرة في الثانية، ويخفق قلبها 1000 مرة في الدقيقة. ومن أجل تفعيل عملية الأيض القوية عندها، عليها أن تشرب ما يعادل وزنها من الرحيق في كل يوم. وهي تأكل من مئات الأزهار بهدف الحصول على ما يكفي من الطاقة للصمود. التنوع النباتي هنا مذهل. كل فصيلة من الطيور الطنانة تقتات على نوع معين من الأزهار، ومنقارها مخصص للوصول إلى الرحيق في الداخل. الطيور الطنانة في جبال الغيوم في الأنديز أكثر عددا من أي مكان في العالم. وفرة الفواكه هنا تعني أن الكثير من الطيور الأخرى بإمكانها تخزين الكثير من السعرات الحرارية. وهذا الأمر يعطيها الكثير من الطاقة والوقت لتجذب الجنس الآخر. أحد القطنين هناك يعمل بصورة إضافية للحصول على شريك ديك الصخور الوهاج. إنه يصرف طاقته في القيام بطقوس معقدة جدا، آملا الفوز بإعجاب أنثى. مع ذلك فهو ليس وحيدا، فالكثير من الذكور تجتمع للقيام بذلك، وسيكون من الصعب عدم التعدي على مساحة بعضها بعضا. وهو دائما بحاجة إلى أن يبدو بأفضل ما يمكن. هذا المجهود قد يكون متعبا جدا. ثاني موطن للحيوانات يقع في سيرانيا ديلا ماكارينا هو حوض أورينوكو. يعبر نهر أورينوكو في وسط هذا المشهد الطبيعي عبر الغابات الجافة والسهول التي تتعرض للفيضانات بصورة موسمية، قبل أن يتفرق في دلتا من غابات المستنقعات والمستنقعات الساحلية. لكن الإنسان نجح أيضا بالتأقلم مع العيش هنا. تشرق الشمس فوق الأمازون، موطن الحيوانات الأخير ضمن سيرانيا. 10% من غابات كولومبيا المطيرة تقع على الحدود. الأمازون هي الغابة المطيرة الاستوائية الأكبر في العالم. تحتوي على 10% من الفصائل المعروفة في العالم. هذا الحوض يجففه نهر الأمازون المؤلف من 15,000 رافد. نظام الأنهر هذا هو خط حياة الغابة، والأمازون كولومبي يشكل الحد الجنوبي للمتنزه. الأنهر الأمازونية الكولومبية هي مأوى لسنوري كبير في أمريكا الجنوبية. بينما الجبال المغطاة بالضباب في الشوكو سمحت لمجموعة غير معروفة من الطيور بالتأقلم. أزهار الأوركيد. يعتقد أن كولومبيا هي موطن لأكثر من 5,000 صنف منها، بنسبة 5 عدد أزهار الأوركيد على وجه الأرض. بأشكالها الأخاذة تزهر بعدد كبير من الأشكال والألوان والوضعيات.
تنمو أزهار الأوركيد بشكل أكبر وأوسع مع ارتفاع درجات الحرارة. الكوريانثس أو ما يعرف بزهرة الأوركيد الدلو وجدت جزيرتها الخاصة لتكون علاقة خاصة مع أعشاش النمل التي تتدلى من الغطاء النباتي. ولأن آلاف العمال يهتمون بها، جذورها تؤمن العش مع الهيكل لتنمو عليه. وفي المقابل يقوم النمل بحماية زهرة الأوركيد بحماسة من المفترسين، ويؤمن لها الغذاء من الطعام الذي يجمعه. حقول النمل هذه هي البيئة الوحيدة التي يمكنها أن تزدهر وتنمو فيها، باعتبارها تزهر فقط يومين أو ثلاثة أيام في العام، لا يوجد وقت لإضاءته. عبر نشر عطرها في الجو، هذا العطر الخاص بها يطفو مع النسيم. القطرات التي تسقط من جانبيها، الأعضاء المنتجة للماء، فريدة بأزهار الأوركيد هذه. يقترب النحل أكثر وأكثر، وقد سيطر عليه العطر تماماً. حتى يتم اصطياده في فخ الأزهار المخادع. الجدران الناعمة الشمعية لا تمنحه الفرصة للهرب، والسائل اللزج يلتصق بأجنحته فيجعلها من دون فائدة، وهو محتجز في الدلو. ذكر النحل العنيد لديه مهرب وحيد. يكافح عبر النفق الزلق الضيق، إنه يمر تحت أعضاء التكاثر لدى الأوركيد حيث يعلق. أصناف محددة من نحل الأوركيد بوسعها تلقيح الأوركيد هذه. إذا كان حجمه كبيراً جداً لن يستطيع الهرب. عبر تجفيف أجنحته تنتهي المحنة أخيراً. إنه مصدوم ولن يقترب من هذه الزهرة مجدداً ليمنع التلقيح الذاتي. تبتعد التيارات بعد وقت قصير لتفسح الطريق لأنهار المياه البيضاء القوية التي تخترق الغابة التي لا يمكن اختراقها. إنها تعمل كممرات لقاطني الغابة. تسعون في المئة من جميع المخلوقات على الكرة الأرضية هي من الحشرات، إلا أن الأغلبية كالفراشات تلعب دوراً رئيسياً عبر التلقيح، بينما تتمتع مخلوقات أخرى بتأثير تدميري. رغم حجمها الصغير، فإن فيلق النمل مسؤول عن المزيد من الموت في غابة الأمازون الاستوائية أكثر من أي مخلوق آخر. قد تحتوي هذه المستعمرة على أكثر من مليون مخلوق. على مسافة مرتفعة من أرض الغابة، اختار مخلوق طريقة فريدة لتجنب أكبر الحيوانات المفترسة التي تسكن في الأسفل. تمضي عصة الكسلان حياتها بكاملها تعيش على فرو مضيف الشجرة. قد تتخذ المئات منها ملاذها على حيوان واحد. الطحالب الغنية بالمغذيات والتي تنمو على جلد الكسلان الخارجي تزود العثة بمخزون طعام دائم. بما أن مصدر طعامه الرئيسي موجود في ظلة الغابة، نادراً ما يحاول الكسلان النزول إلى أرض الغابة. لا يسهل هضم الأوراق على الدوام، لذا يتمتع الكسلان بمعدة كبيرة وبطيئة لتفكيك غذاء السليلوز الصلب. يمكن أن تستغرق عملية الهضم هذه أكثر من شهر لتكتمل. هذه المجموعة من أقرباء الراكون، جميعها إناث.
وهي تحتمل الذكور فقط في وقت التكاثر. تشكل سيرانيا ديلا ماكارينا كنزا من الحياة البرية، غير أن غابتها تخبئ أمرا خلابا آخر، وهو ما يظن الكثيرون أنه أجمل نهر في العالم، كانيو كريستاليس. خلال العصر الطباشيري تشكلت جبال الأنديز متجهة إلى الأعلى. عزلت الجبال جزءا من غابات الأمازون في عصور ما قبل التاريخ. هذه المنطقة من الأدغال المعزولة أصبحت الشوكو. في هذا القطاع الضيق من الأرض بين المحيط الهادئ وجبال الأنديز الغربية، هناك متاهة من المساكن الطبيعية. لم تمس ولم تكتشف لمسافة مئات الكيلومترات تحت منحدرات جبال الأنديز لتكون غابات منخفضة. الطيور ذات الألوان الجميلة تحلق، ومجموعة كبيرة منها تزقزق ليصل صداها عبر الأشجار. يوجد في كولومبيا أنواع من الطيور أكثر من أي بلد آخر في العالم، أكثر من 1800 نوع، ما يعادل تقريباً 20% من الأصناف الموجودة في العالم. الجاكوار آكل اللحوم الأكبر في الأمريكيتين، ويملك القضمة الأقوى بين جميع القطط، وهي ضعف قوة قضمة الأسد، لكن هذه الأنثى تستريح من الصيد. بإمكان هذه الهرارة القضاء على جميع الفرائس على اليابسة أو في المياه، لذا مع توافر الطعام هناك الكثير من الوقت للاستراحة. قد تكون سنورية كبيرة، ولكن كجميع السنوريات تحب حيوانات الجاكوار قضاء معظم النهار مسترخية. بالإضافة إلى كونه حيواناً مفترساً ماهراً في المكامن، الجاكوار هو سابح ماهر أيضاً. عندما يحين الوقت للعثور على مكان استراحة جديد بعيداً عن الذبابات التي لا تهدأ، السير في النهر يكون بمنتهى السهولة. وبينما يحاول حيوان الجاكوار الاسترخاء، تتربص أفاعي الأناكوندا في الجداول. إنها أثقل الأفاعي ومن الأطول في العالم، تمضي معظم حياتها حول الماء أو فيها. ومثل الجاكوار إنها تغدر فرائسها، تختبئ تحت سطح الماء بانتظار الفريسة الغافلة للمرور بجانبها أو للتوقف وشرب الماء. تحت الماء حيوانات مفترسة أخرى تتربص. تحتوي هذه الأنهر على أسماك شهيرة، البيرانا ذات البطن الأحمر. يتم تصويرها دائما كالحيوانات المفترسة المرعبة التي تصطاد ضمن جماعات وتزيل اللحم عن فريستها في غضون ثوان. تعيش البيرانا في الواقع ضمن جماعات كبيرة للحماية، لكنها لا تصطاد ضمن جماعات. في العادة فقط عندما تكون جائعة جدا أو تعيش في بركة صغيرة مكتظة، تدخل البيرانا في نوبة البحث عن الطعام. تقترب الجماعات من فريستها وتلتهمها في غضون دقائق. أسنانها المسننة والمثلثة التي تتشابك عندما تغلق فمها، بالإضافة إلى فكيها القويين، تعطيها قدمة قوية. لكن البيرانا ليست الحيوانات المفترسة الوحيدة في هذه الأنهر. هذه المياه المحيلة تخبئ وحشاً.
نمكة بإمكان طولها أن يصل إلى 4.5 أمتار، وقد يصل وزنها إلى 200 كيلوغرام. أرابيما هي السمكة الأكبر في العالم التي تعيش في المياه العذبة. يتنفس هذا الكائن الغريب الهواء ويستخدم مثانة معدلة كريئة، ويملك لسانا عظميا مع أسنان يساعده على المضغ والابتلاع. جلده الشبيه بالدروع هو مضاد للبيرانا. الأمازون موطن أكبر حوض نهر في العالم. أكثر من 15,000 رافدة تجتاز منطقة تزيد عن 7 ملايين كيلومتر مربع. سيطر مخلوق واحد على هذه الممرات المائية منذ عهد الديناصورات. التمساح الأمريكي ذو النظارة الذي استمد اسمه من الخط الخشن الذي يشبه النظارة بين عينيه. يقدر أن أكثر من 1,000,000 تمساح يعيش في البرية، ويستمر هذا العدد في الازدياد. تولت هذه الأنثى مهمة الحراسة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. زقزقة العصافير في أسفل كومة الورق تبلغها أن فترة الانتظار أوشكت على الانتهاء. النمور المرقطة هي القطط الأكبر حجما في الأمريكيتين، وهي الأقوى على وجه الأرض. بالنسبة للنمور المرقطة، أنهار الشوكو ليست طرقا سريعة فقط، لكنها أيضا عقبات يجب التغلب عليها. أحد الثدييات الذي يتربص في الغابات هو صياد خفي، البيوما المخادع، وهو معروف أيضا بأسد الجبال، وهو قريب جدا من الهر الأليف. في الواقع إنه أكبر السنوريات الصغيرة. يعيش بين الجبال الصخرية الكندية وصولاً إلى أسفل أمريكا الجنوبية، ويعود نجاحه إلى واقع أنه يأكل كل ما يمسك به من الحشرات الصغيرة إلى الثدييات الكبيرة. أما هذا السنوري فهو مجرد عابر سبيل. الرطوبة المرتفعة بهذه الغابات الاستوائية تجعلها نعيماً بالنسبة للبرمائيات. هي تستوطن بعض المناطق المعزولة في شوكو الكولومبية. هذه الضفادع السهمية الذهبية تقفز عبر أوراق الأشجار بحثاً عن الوجبة التالية. بألوانها الساطعة تتميز الضفادع بين أوراق الأشجار. هذا الذكر لا يخاف كثيرا من المفترسين. جلده الأصفر الفاتح اللون يعمل كإنذار لهم ليبقوا بعيدين عنه. ولسبب وجيه، تعتبر الضفادع السهمية الذهبية أكثر الفقارية سما على وجه الأرض. شهيته التي لا تنضب هي ما يسمح له بالبقاء حياً. باستخلاصه مواد كيميائية من بيئته يشكل جرعته القاتلة. هذه من بين أطول أشجار الأيكة الساحلية على وجه الأرض. قمم الأشجار التي تشبه القبب قد تصل إلى ارتفاع 50 متراً، ويمكن أن يصل قطرها إلى 3 أمتار. لدعم هيكلها المرتفع، فإن أقواسها المنحنية تمتد إلى الخارج لتشكل أغصاناً متشابكة كثيفة لا يمكن عبورها. من أجل تأمين ملاذ آمن للجيل التالي من الحياة البحرية، فإنها تعمل كوسيلة رعاية للساحل الشرقي للهادئ.
الحيتان الحدباء تصل كل عام إلى ساحل الشوكو. تصل إلى هنا من الأراضي الغنية بالغذاء في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية. إنها أطول رحلة الهجرة للثدييات على وجه الكوكب. تستغرق حوالي 130 يوماً في رحلة تمتد لأكثر من 8000 كيلومتر. تأتي لتلد في الكهوف المغطاة بأشجار الأيكة الساحلية والخلجان. أم ومولودها الجديد. هذا يجلبها إلى الجانب الذي تأتي منه الرياح في جزيرة غورغونا على بعد 35 كيلومترا قبالة الساحل. هي تحميها من تيارات الهادئ القوية. أمام صغير الحوت بضعة أشهر فحسب لينمو ويصبح قويا قبل أن يقوم برحلته المتعبة إلى القطب الجنوبي. أمه سوف تقطع هذه الرحلة لتلد كل عامين أو 3 أعوام. خلال حياتها قد تضع حتى 15 مولوداً. تؤمن المياه الهادئة المحيطة بغورغونا ملاذاً آمناً لهذه الحيتان العملاقة اللطيفة، إلا أن الجزيرة بحد ذاتها تخفي ماضياً مظلماً. هذا العدد الكبير من الزواحف جعل الجزيرة مكاناً لاستخدامات خبيثة تعرف باسم ألكاتراز كولومبيا. كانت جزيرة غورغونا سجناً شديد الحراسة حتى عام 1984. خوفاً من الأفاعي السامة والمياه المليئة بأسماك القرش، اختار المساجين أن يبقوا داخل الجدران الآمنة. سجين واحد فقط هرب وبقي حياً. لمدة 20 عاماً دمر السجناء الجزيرة، حارقين الغابة بحثاً عن الوقود. الآن وقد أصبح متنزهاً وطنياً، حطام السجن استعادته الأدغال التي خربها السجناء فيما مضى. هذه القردة تعيش في مجموعات يصل عددها إلى 20 فرداً. هذه القردة لديها أدمغة أكبر حجماً مقارنة مع حجمها من أي من الرئيسات الأخرى. ومع عقول نشطة كهذه تأتي طموحات كبيرة. حياتها ترتكز على المنزلة. ينشأ القتال بينها بشكل متكرر، ويمكن أن يكون له نتائج مميتة. تقتل هذه القردة من فصيلتها أكثر مما تقتل المخلوقات المفترسة منها. لكن من بين كل هذه جزيرة واحدة على وجه الخصوص تعتبر موقعاً لأحد أجمل المناظر على وجه الأرض. على بعد 500 كيلومتر قبالة ساحل كولومبيا المطل على الهادئ تقع مالبيلو، أحد معالم القليلة على ساحل الهادئ الاستوائي الشرقي. الجبل الضخم تحت الماء يخترق المحيط الكبير، وهو معزول وقاحل على سطحه تعزه الأدغال الخضراء على غورغونا. لكن تحت سطح الماء ثمة عالم سري. هنا تتحد 4 تيارات. المياه العميقة والباردة تتصادم بالجروف المنحدرة لجبل مالبيلو البحري، فتتسبب ببروزها من الأعماق. مع وصول هذه المجموعات الغذائية الغنية تنتشر الحياة بوفرة في المكان. إنها بؤرة للتنوع البيولوجي في المحيط العميق. لكن حين يكون التيار مناسبا تماما، حيوان واحد يسرق الأنظار.
أسراب أسماك القرش ذات رأس المطرقة الرقيق المعرضة للانقراض تتجمع على الجزيرة كل عام. وصلت المئات منها لتستفيد من خدمة خاصة، وهي مغطاة بجروح وندوب من المعارك. لقد سبحت لأكثر من 1000 كيلومتر بحثا عن جزء معين من الشعاب. عند محطة التنظيف تتجمع أسماك القرش ببطء من أجل التنظيف. سمكة الشفاه البارزة الملونة وسمكة الحلاق وسمكة البوق تنطلق من مواطنها المحمية لتفتش المشارك. إزالتها للحم المتعفن والطفيليات عن بشرتها تمنحها عناية ضرورية. هذه سمكة لن تأكلها. عبر إنقاذ أسماك القرش ذات رأس المطرقة من الأمراض التي تهدد حياتها، تستفيد السمكة من وجبة قدمت مباشرة إليها. من المحيط المفتوح إلى جبال الأنديز تعود الحياة إلى ساحل الشوك البري مع الريح. المياه التي تتدفق عبر السماء وفي الأنهار التي لا تحصى سببت تنوعا كبيرا في هذه الغابة. إن شبكة معقدة من المخلوقات تتجمع على ساحل كولومبيا الغربي. كنتيجة لذلك الحيوانات الغريبة والفريدة غير الموجودة بمكان آخر قد ازدهرت أيضا. بينما تقوم المخلوقات الأخرى برحلة عبر المحيطات الواسعة لتصل إلى ضفافها،